الطيران الحربي يقصف مدينة مورك بريف حماة. قصف بالطيران الحربي على مدينة مورك بريف حماة الشمالي، والدخان يتصاعد. 25/11/2016 ولا يزال الطيران الحربي في الأجواء، ولا يزال الطيران الحربي في الأجواء. الطيران الحربي يقصف مدينة مورك بريف حماة. قصف بالطيران الحربي على مدينة مورك بريف حماة الشمالي، والدخان يتصاعد. 25/11/2016 ولا يزال الطيران الحربي في الأجواء.